السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من قناتكم المحبوبة، قناة الدكتور محمود هيكل، بناء على طلب حبايبي ومتابعية من مربي عدول التسمين. كانوا طلبوا مني أن أعمل فيديو عن أول شهر لاستقبال عدول التسمين. حقيقة أول شهر لاستقبال عدول التسمين ده من أهم المراحل في مراحل التسمين عامة. طبعا الاجراءات اللي هنعملها في اول شهر دي اجراءات يعني تقريبا هي اجراءات ثابته مع اختلاف عمر العجل اللي انا بدخله دوره التسمين عندي. اول شيء بعمله طبعا ان انا بدي العجل جرعه الايفوميكس سوبر، ويفضل ان ادي النوع بتاع شركه ميريال اللي هو مشهور باسم الامريكي، انه صراحه نوع ثبت فاعليه في كل الطفيلات الداخلية والخارجية. الغرض من الجرعة دي انها بتنظف بالبلدي كده جوه وبره، يعني بتنظف لو في اي ديدان بتقضي عليها، لو في اي حشرات زي الجراد او غيره من الخارج بتقضي عليها، ديدان كبدية برضه بتقضي عليها، بتعمل وقاية من كل انواع الطفيلات الداخلية والخارجية، وكذلك برضو علاج للتفات الداخلية والخارجية لو كانت الحالة مصابة أو العجل كان مصاب. يعني ده بالنسبة للآيفون سوبر. بندي جرعة من فوسفور عضوي مع فيتامين بي 12 زي الفوسفوزال والكافوزال والميتافوسفان والتونوفوسفان المركب والعادي والتركيبات اللي زي كده، بحيث إنها طبعا بتساعد على زيادة الهضم وزيادة الميكروبات النافعة في الكرش، وده بينعكس على التحويل الغذائي، بينعكس عندي بالبلدي على كمية اللحم اللي هستفيدها من كمية العلف اللي بديها للعجل بتاعي. طبعا بالنسبة للعلف على حسب طبعا العمر، لما يكون العمر العجل 6 شهور مثلا لسه لباني بالبلدي، يعني ده طبعا بكل علف مختلف عن العجل اللي هو عمره سنة وأكثر، ده بنبتدي معاه في البداية بعلفتين في اليوم. طبعا بيكون علفة الصبح وعلفة بالليل، بيكون متوفر عندي البرسيم أو دريس. البرسيم ده شيء أساسي بالذات في المرحلة دي. العلفة عندي طبعا بتكون تركيبة علف التسمين المعروفة وبالمقادير المظبوطه بتاعتها. الكميه طبعا بتكلم في حوالي اول شهر ده بالنسبه للعجل في السن 6 شهور حوالي كيلو من علف، نص كيلو الصبح ونص كيلو بالليل. بعد كده هنبتدي طبعا نزود العلفات الشهر اللي بعده 3 علفات، يعني او نقول ال3 شهور اللي بعدها بتكون 3 علفات. طبعا ال3 علفات دي تكون بنفس الكمية مع زيادة وزن وحجم العجل، بنزود بعد كده بالتدريج. بس النهاردة احنا بنتكلم عن أول شهر. لو في أي أسئلة عن كمية العلف بالنسبة للشهور اللي هي بعد الشهر الأول، احنا ممكن في الكومنت إن شاء الله تسألونا ونجاوبكم. بالنسبة بعد كده للعجول اللي هي عمر سنة وأكتر، بيكون بيبتدي معاها على طبعا 3 علفات، وبيكون معدل الاستهلاك العلف بتاعها حوالي 2.5 ل 2 كيلو في اليوم مع كميه مناسبه من البرسيم او دريس البرسيم. طبعا معروف ان العلف بنقدمه مع تبن او مع السلاج. طبعا السلاج بيوفر عندي شويه في كميه العلف على اساس بيكون فيه ذره او شامي، يعني مع اللي هو الساق بتاع الذره والورق بتاعه بيكون معاه كوز الذره نفسه اللي هو بيكون معاه يعني كميه من الذره دي طبعا بتوفر معايا في العلف على حسب كل منطقه طبعا نظام التغذيه. ده بالنسبه للعلف. الميه مهم جدا ان تكون باستمرار الميه موجوده، والميه تكون نظيفه جدا، الاناء بتاع الميه اغسله يوميا. المكان تحت العجل يفضل يكون جاف باستمرار. قضية العجل يكون مربوط ويكون سايب، طبعا الأفضل إنه يكون سايب
احنا عيد التسمين مش عاوزينه ثابت في مكانه، عاوزينه يتحرك بس حركه محدوده داخل الملعب او اليارد بتاعه او الحوش بتاعه يعني بالبلدي. ده كان بالنسبه للمكان. الجو بيكون جو مظبوط، بيكون حر، بنعمل زي تهويه او مروحه، يكون في فتحات، يكون في فتحات تهويه ويكون في مروحه، يفضل تدخل الشمس المكان لازم. لما يكون بارد بيكون المكان مقفل، بس برضه لازم بنفتح الصبح فتحات التهويه بحيث يدخل الهواء او الشمس، لان ده طبعا صحي للاجل بتاعي. دي كانت اهم الاجراءات اللي بنعملها في اول شهر بالنسبه لهدول التسمين. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا باشتراك ولايك عشان ان شاء الله نستمر وندعمكم بكل ما هو جديد. اي استفسار لحضراتكم تحت في الكومنت وان شاء الله بنجاوب عليكم اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.